طيب انا هتكلم شويه بقى عن خبر خاص يعني بالرياضه وبالاحوال الجويه اللي العالم كله دلوقتي بيشهدها. يعني خلينا نقول فعلا معظم البلاد الفتره دي بتواجه سوء في الاحوال الجويه، وده اللي حصل وكان ليه انعكاسات كمان على الرياضه امبارح تحديدا في اليونان. وبناء عن السوء ده او سوء الاحوال الجويه قررت اللجنه المنظمه هنا لدوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه الغاء منافسات التجديف البطوله ده بسبب سوء الاحوال الجويه، وده بيجي يعني تأجيل المنافسات ده لدور الثمانية بسبب زي ما كنت بقول لحضراتكم الطقس واستمرار ارتفاع الأمواج المنافسة يعني الأمواج في المنافسات عفوا الأمواج هناك. فيعني للأسف الشديد تاني هنرجع نقول سوء الأحوال الجوية بيؤثر بشكل كبير جدا، ولكن برضو في كل دولة مش بس عندنا، فده مشكلة كبيرة يا كريم. ونتمنى إن شاء الله إن ده يعني اصل بص حسب التوقعات اللي انا بشوفها حسب الحاجات اللي انا بقراها ناس كتير هتقول لك ان هذا الشتاء يعني هذا الشتاء هيكون فيه عدم استقرار تماما. فانت ربما زي ما انت شفت ارتفاع شديد في درجات الحراره هذا الصيف في العالم كله غير مسبوق، ربما كمان هذا الشتاء هيكون يعني ليه انعكاسات، وده بالتالي هياثر على الرياضه في العالم كله الرياضه العالميه. فيعني حقيقي ربنا يستر الفتره اللي جايه. ده الموضوع ابعد ده الموضوع كبير قوي.